التواصل والترحيب بكم مشاهدينا متابعينا الكرام مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم مرة أخرى مع انطلاقة شوطنا السابع الذي يحمل فئة الأبكار، العصايل لسن، الحجايج مع 3 كيلو مترات. في شوط التأهيل نذهب ونرحب بجميع المشاركين والمندفعين بهذا الشوط. نبدأ بالمقدمة، البداية مع البداية مع المركز الأول، تتواجد الظبي حميد بن سبن حميدان الفلاسي من يتقدم ويعلن تواجده الجميل في أول الانطلاقات. والتغيير من الجانب الآخر، غيرت الآن وانطلقت اللي في المركز الأول بهذه اللحظات. متابعينا الكرام نتابع المركز الأول اللي غيرت الآن الشاهنية، سعيد بن سهيل بن دليوي يتقدم الآن مع الشاهنية على المركز الأول، بينما المركز الثاني التواجد الجميل مع قمرية محمد بن طارش بن مبارك الحميري، والمركز الثالث الظبي حميد بن سبن حميدان الفلاسي، وأيضا رهف على المركز الرابع راشد بن سعيد بن غدير بن محمد الاكتبي، والمركز الخامس من هي الواصلة والمنطلقة بهذه اللحظات تتقدم لفتة لعلي بن سعيد بن علي بن صرود يتقدم إلى المركز الخامس، بينما المركز السادس شواهين علي بن سالم بن سليم، والمركز السابع متابعينا الكرام أتابع المركز السابع وأتابع شواهين لأحمد بن سعيد بن غدير يتقدم أيضا، بينما المركز الثامن والدخول من المركز الثامن والتغيير إلى المركز السابع ناصية لمحمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، والمركز التاسع تصل بهذه اللحظات الطيارة سلطان بن راشد بن سرود المنصوري. هذه المراكز الأولى المتقدمة متابعينا الكرام مشاهدينا الكرام، هكذا أتممنا النداء الأول. مرة أخرى نعود مع هذا الشوط، نعود مع هذا المسار لنتابع الأسماء القوية، لنتابع الأسماء الرنانة. الله يا سلام، هنا المركز الأول متابعينا الكرام، الشاهنية هي المسيطرة، هي اللي معلنة تواجدها الجميل، هي اللي ما أخذ المركز الأول ومنطلقة انطلاقة جميلة وانطلاقة قوية للغاية. سعيد بن سهيل بن دليوي يقدم الشاهنية في هذا الشوط. المركز الثاني تصلبته علي بن سعيد بن علي بن صرود، يتقدم أبو سعيد مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث تصل الظبي حميد بن سيبن حميدان الفلاسي قادمة مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر والدخول مع المركز الثاني الظبي أحمد بن سيب الضبيعة الاكتبي. هذه المراكز الأولى، ولكن أعود إلى المقدمة، أعود مع دوائر المنافسة، مع المركز الأول، مع الصراع ومع التحدي ومع القوة 800 متر الأخير. الشاهنية هي اللي في المركز الأول، هي من انطلقت، راحت مع الشوط، راحت مع الأداء الجميل، الأداء المميز. سعيد بن سهيل بن دليوي يتقدم بشعاره للأمام، يتقدم مع الشاهنية. كانك بغيت السبق بتواصل، مرح لشاهين وعياله في مزاهن ما عطن حاصل، مع صل فروخ عياله. يا سلام يا سلام، هذه الشاهنية، هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز اللي تقدمها الشاهنية في هذا الشوط، في هذا الأداء الرائع، في شوط التأهيل، في شوط التحديات الجميل. الشاهنية سعيد بن سهيل بن دليوي ينطلق. يلا يا أبو سهيل خلك مع المركز الأول. الخطورة مع هملولة سعيد بن علي براشد بن كليب، وأيضا اللي قادمة الشايبة علي بن مهير بن بليشة، ولكن خلاص ما تلحقونها. أنا راحت منذ البداية، قامت راس ونهت هذا الشوط راس إلى البداية إلى خط النهاية اللحظات الأخيرة. السلام تهانينا لسعيد بن سهيل بن دلوي على هذا الأداء الجميل والمميز. سلام يا أبو راشد سلام. المركز الثاني كان التواجد مع الشايبة علي بن مهير بن بليشة، والمركز الثالث بن كليب، المركز الرابع كان التواجد سعيد بن علي بن راشد بن كليب، المركز الخامس الظبي أحمد بن سيب بن ضبيعة. نعود مشاهدينا الكرام مع التوقيت الزمني، كان التوقيت الزمني للشاهنية 4:39. تهانينا لسعيد بن سهيل بن دوي على هذا الأداء الجميل والمتميز اللي قدمته الشاهنية إلى